النهارده معانا البوفتيك، البوفتيك المصري اللي هو بره بيقولوا عليه الاسكالوب بانيه، بس احنا بالتاتش بتاعنا، بالتوابل بتاعتنا، بالطريقه بتاعتنا هنقدمها وهتستطعموها بشكل مختلف. البوفتيك بتاعنا عباره عن نص كيلو لحمه ستيك شرايح، وكوبايه عصير او نص كوبايه عصير بصل، معلقتين عصير ليمون، دقيق وبقسماط وبيض ولبن وربع كوبايه لبن وزيت للقلي وجبنه شيدر هنحطها على الاسكالوب علشان يبقى ملتد وسايح عليه واحنا بناكلها. تعالوا نشوف الطريقه الاول بتاعتنا هنعملها ازاي. نجيب الاول حاجه فاضيه، دي اللحمه بتاعتنا زي ما انتم شايفينها. نجيب قطع اللحمه، قطع اللحمه بكل بساطه اهي، بعملها كده بالشكل ده. بجيب عصير البصل بتاعي، حط عليه شوية عصير ليمون، شوية ملح، فلفل، وببتدي اجيب حاجة اقلبه بيها. بالشكل ده وببتدي احطه هنا علشان اتبل بيه البيض بتاعي او اللحمه بتاعتي. وببتدي اجيب كمان حته اللحمه زي ما انتم شايفينها كده، اللحمه بتاعتي حمراء، ده بيبقى دليل على ان هي لسه متقطعه فريش. مهم قوي علشان كمان اقدر اكل الاسكالوب بتاعي او اللحمه بتاعتي تكون القطعيه نفسها متقطعه سليمه. بمعنى ايه؟ ان انا عندي الالياف بتاعه اللحمه، الالياف بتاعه اللحمه بتبقى عباره عن نساير بالشكل ده. علشان انا اقدر اخد قطعه كويسه ولما اجي اكلها بعد ما بتتقلي تتقطع كويس وتتندغ كويس جوه بقي، لازم اخدها عكس النسيره. يعني لو النساير بتاعتي بالشكل ده اخدها العكس، لازم ابقى قايل للجزار عايز النسيره بتاعتي تتقطع عكس النسيره علشان اللحمه بتاعتي اقدر ادوقها كويس وفي نفس الوقت ما تبقاش ناشفه. نحط بقيه الحاجه بتاعتنا، البصل بتاعنا، هنتبله ازاي؟ بالطريقه دي، حطينا عليه الملح والفلفل وعصير الليمون. هنحطه، هنجيب الاول بيضه هنحطها مع اللبن، البيضه اهي، نجيب مضرب بالشكل ده، هنحط البيضه كده وشوية لبن صغيرين، ده المفروض ان انا بسيبه حوالي 10 دقايق او 5 دقايق واضيف عليه اللبن بالبيض بالشكل ده. وببتدي اقلبه كده. وبعدين احطه في الدقيق بالشكل ده. بكل بساطة بعد كده احطه في البقسماط، البقسماط بتاعي المادة الموجودة اللبن والبيض بيخلي البقسماط والدقيق يمسك فيه كويس بالشكل ده، وبيبقى طعمه كمان نفس اللي موجود بره. طلع طبق حط فيه الحاجة بتاعتنا، نبتدي اعمله بالشكل ده كده.
بضغط عليه بشوف الحاجات الموجودة فاضية وبسيبه بالشكل بتاعي ده، واجيب واحدة كمان احطها يدوب في الدقيق، بس الدقيق مع البيض واللبن بيعمل مادة ربط وبيخلي الاسكالوب عندي يتمسك كويس. في حاجة كمان ممكن الإعداد بيفكرني بيها، ممكن نحط مع البقسماط لو احنا عايزين نخليه كريسبي، ممكن نخليه نحط معاه كورن فليكس، ممكن نحط معاه كمان توابل لو احنا حابين، بس انا بفتيك مصري يعني مش محتاج ان احنا نحط له توابل كتير، هو انا عايزه اكله زي ما انا باكل بفتيك مصري بالشكل ده. لو انا عايز ان هو سبايسي بحط طبعا شطة، بحط البابريكا بحس بريحة التدخين. وكمان ممكن نعمله لولادنا من غير ما نقليه في زيت، دي بتبقى مهمة جدا. نحطه نفس الطريقة دي بس هنحطه في الفرن مع حتة زبدة صغيرة بالشكل ده. مهمة قوي ان احنا موضوع الدقيق ده يتحط في الدقيق، بس ما يتحطش كتير يعني، يا دوب هي شوية صغيرين هنحطه. لو ما حبيناش ان احنا نعمله في الزيت بنحطه زي ما هو كده بالظبط في قلب الصينية وعليه حتة زبدة وبندخله الفرن من غير اي مواد دهنية. لو انا خايف ان انا ما لو انا بعاني من الكوليسترول، او لو انا مثلا عندي اطفال وخايف على صحتهم مش عايز اكلهم حاجات فيها نسبة دهون كتير بالشكل ده. خدوا بالكم القطعة كبيرة لكن في الزيت بتكش، زي ما احنا عارفين ان دايما الاسكالوب او اي قطعة لحمة بعد السوى بتخس حوالي 30%. يعني انا لو عندي كيلو لحمة بيخس بعد السوى، سواء اتسلق سواء اتحط في الفرن سواء ان انا عملته قلبته شوحته مثلا مع بصلة، بيخس حوالي 30%. الشكل ده عايز اقول لكم ان انا عندي ضيف النهارده اول مره يطلع معانا ضيف في حلقتنا، واتمنى ان احنا نبقى نقدم حاجه كويسه نستفاد بيها. الضيف ده هو على المستوى الشخصي صديق، وزي ما بيقولوا كده السورس بتاعنا شيف مصطفى الرفاعي، السورس بتاعنا والمرجع بتاعنا لشيفات الشباب اللي موجوده، وهو الداعم الاول والرئيسي لينا، هو في الطريق لينا. بصوا تبقى بالشكل ده. ممكن كمان بعد ما نخلص لو احنا حابين مثلا ان احنا نخلي اللحمة بتاعتنا ممكن تقعد حوالي شهرين او 3 شهور في قلب الفريزر، الشيلف لايف بتاعها زي ما بيقولوا، الاكسبير ديت بتاعها، تاريخ الانتاج وتاريخ الصلاحيه. ممكن اخليها 3 شهور مش هيحصل لها حاجه في الفريزر، واطلعها استخدمها في اي وقت. الحاجات اللي احنا بنقولها دي بترجع لمقاييس علميه ومقاييس تبع منظمه الامم المتحده ومنظمه الصحه العالميه، هم اللي بيقرروا اللحوم تقعد قد ايه، البيض، منتجات الالبان، كل الحاجات دي كلها هم اللي بيقرروها طبعا لعوامل مختلفه عندهم، وبتمثل نفس العوامل اللي موجوده عندنا في مصر. بالشكل ده بصوا، بالشكل ده شايفين. بص اهم حاجه ابو صلاح اللي هياكل بعد الفصل اهو، ايه رايك؟ تمام. كمان اهم حاجه كمان ان احنا لو حطيناها في الثلاجه او حطيناها شوية في الفريزر بتجمد شوية، لكن انا هشتغل بيها كده وثقوا تماما ان الحاجة اللي عليها مش هتفك،
بالطريقة اللي احنا استخدمناها دي. نحط كده كمان، نخلص بقية اللحمة دي علشان نقلي. ايه رأيكم نقلي دلوقتي ولا نقلي مع الشيف مصطفى؟ يلا احنا كده خلصنا، دي اخر حتة. دي اخر حتة زي ما انتم شايفين، وهنطلع فاصل صغير، هنستقبل الضيف بتاعنا، شخصية جميلة، شخصية عزيزة على قلبنا كلنا، وشيف مصطفى من الناس، سفير فن الطهي وأمين عام صندوق جمعية الطهاة والراعي الرسمي لكل شيفات المصريين الشباب اللي موجودين، غني عن التعريف. يعني دي الحاجات اللي أنا أعرفها عنه، فخلينا نطلع فاصل وخلينا نشوف هو يتكلم عن نفسه إزاي، واستنوا. رجعنا لكم بعد الفاصل ومعايا الضيف العزيز على قلبي والشخصية المحبوبة لكل الشباب شيفات مصر، يعني أنا أعرفه على المستوى الشخصي وعلى المستوى المهني، كان ليه فضل كبير علينا وعليا شخصيا طبعا. خلينا نتعرف على الشيف مصطفى الرفاعي. أهلا بيك شيف مصطفى، منورني ومنور مطبخك وبيتك، وأنا سعيد إن أنت لبيت الدعوة وجيت لي، ودي حاجة كبيرة بالنسبة لنا وبالنسبة لي شخصيا. ربنا يخليك واشكرك وشكرا على استضافتي في البرنامج الجميل بتاعك ده، وانا متابعك بصراحة ما شاء الله من نجاح لنجاح ان شاء الله. يعني ربنا يخليك. انا اعرفك عن المستوى الشخصي وعلى المستوى المهني، لكن خليني انت اللي تقول بقى مين شيف مصطفى الرفاعي. انا اسمي مصطفى الرفاعي، انا اصلا من طنطا. كنت عشت تقريبا نص عمري في امريكا، ما بين امريكا ومصر. انا درست كولينري ارت او اللي هو فنون الطهي في امريكا، وخلصت وتعينت استاذ في جامعه اسمها جامعه هنري فورد. كنت بدرس مادتين اللي هي الطهي الاحترافي بروفيشنال كوكينج، ودرست ماده ثانيه اللي هي انتدكشن تو هوسبيتاليتي او مقدمه فن الضيافه. اشتغلت من فنادق لاسماء كبيره للفنادق هناك، ومطاعم كبيره برضه في ولايات مختلفه في امريكا. انا سيرتيفايد اكزكتيف شيف من الامريكان شيف فيدريشن، سيرتيفايد شيف انستراكتور، سيرتيفايد ان انا ادرس اصلا في جامعات مختلفه في امريكا وفي اوروبا. وده انا بعمله في بقالي فتره كده، ما بين امريكا، ما بين مصر وما بين فرنسا وايطاليا بالذات. يعني رجعت مصر في ما بين، يعني استقريت بشكل اساسي تقريبا في مصر من 2010، وبقيت عضو في مجلس اداره جمعيه طهال المصريين، ودي حاجه شرف ليا طبعا ان انا شرف لينا ان انا بمثلكم يعني. وكمان بنمثلها ربنا يخليك، ودي حاجه مبسوط بيها يعني. ومنبهر جدا بمستوى الشيفس في مصر بصراحه، على المستوى العام، وانت واحد منهم يعني. منتخب مصر دي ما اعرفش انتوا تعرفوا ان في منتخب لمصر اصلا للطبخ ولا لا. خلينا كمان نتكلم على موضوع منتخب مصر وايه المعوقات او الصعوبات اللي كانت بتواجهنا ولا زالت بتواجهنا ولا زالت بتواجهنا. وممكن نوجه كلمه مثلا من البرنامج بتاعنا، احنا ازاي يبقى فيه دعم، بجانب كمان الدعم اللي موجود في الاكاديميه الموجوده في 6 اكتوبر. تمام. هي طبعا الشهاده بتاعتها من سيت اند جيل. سيت اند جيل صح، في انجلترا. هو المنتخب مصر، المنتخب ده اتاسس لما جامعه اسست من 20 سنه بالظبط، في سنه 97، واسسها راجل سويسري لا زال يعيش في مصر لحد النهارده، اللي هو الشيف ماركوس ايتن. شيف ماركوس. وكان معاه مجموعه من ايقونات مصر، منهم الشيف حسام الدين ومجد محسن، وكان مجموعه كبيره، وشيف بدوي، يعني في شيفات عمالقه بداوا الموضوع مصريين كلهم مع الشيف ماركوس. ووصلونا لمرحله ان احنا بعد 20 سنه بقى عندنا منتخب محترم جدا، بقى عندنا جمعيه محترمه، هي جمعيه غير ربحيه، ان جي او، هدفها قائم على خدمه الشيفات، وان احنا ازاي نقدر نساعد الشيفات انهم يتطوروا، لان مهنه الشيف زي الطبيب بالظبط، كل يوم في جديد، وفي كل يوم في موضه فيها في الاكل ومطبخ مختلف. هتلاقي من كام سنه كان عندنا الاكل الايطالي، الموضه اليومين دول السوشي، فكل فتره السوشي عندك حاجه، فلازم الناس تبقى الشيفس ابديتد باللي بيحصل في العالم كله، ودي حاجه مهمه جدا طبعا في الفتره اللي جايه. انا عامل كام اكله كده، اكله بما انك ان انت عندك عايز اشم عندك الولع بالمطبخ المصري بتاعنا، تيجي تتفضل معايا. هقول لك كده باختصار انا عملت ايه. عملت قبل الفاصل، قبل ما تيجي، عملت البفتيك المصري.
مش الاسكالوب. عموما الشنيتسل فاحنا واخدينه من برضه هو مثل المطبخ المصري ان احنا عاملين زي المعده زي ما بيقولوا، احنا بناخد حاجات وندمجها ونمصرها زي الكشري زي الشنيتسل اللي بقى بوفتيك بتاعنا والحاجات دي. انا قريت حاجه لابن بطوطه في الرحاله كان بيقول ان هو الكشري في ايام التجاره الهنديه وتبادل التجاره الهنديه معانا لقى حاجه غريبه جدا، قال لك ان ازاي الهنود بيعملوا الشعير مع الرز وبياكلوه واسمه كشير او كتشر. فلما جت التجاره الهنديه هنا في مصر على السواحل البحر المتوسط احنا بقى مصرنا ده طبعا. وضيفنا عليه التقليه والدقه والشطه بقى اسمه الكشري، ورجع طبعا للولايه العثمانيه، وانت عارف طبعا في ولايه البطالمه هي مصر كتير. مصر عدت عليها عصور دول كتير ومهم جدا انت، بس هي الفكره كلها ان انت لما بتعمل حاجه زي كده بتعمل مواصفه قياسيه ليها، فانت بتبقى تقول الكشري المصري او الفلافل بالطريقه المصريه لان عندك الشوام وعندك اللبنانيين. احنا هنتكلم كمان على موضوع الفلافل المصري اللي رج الدنيا كلها في انجلترا. اقلي ده انا عملته، اقول لك الاول عملته ازاي. بيض بكل بساطه مع لبن ملح وفلفل عصير بصل تبلت بيه ده دقيق وحطيت معاه البقسماط ده بتلو تمام. والقطعيه النسير اللحمه بتاعتنا خدتها عكس النسيره عكس الانسجه عكس الانسجه تمام. علشان لما اجي اكلها تبقى تندر. هي زي حته القماش، لو انت قطعت القماش بالطول مش هتعرف تقطعه، لما تقطعه عكس الانسجه هيقطع معاك بسهوله جدا. اقلي ده الزيت بتاعي سخن، انا ما رضيتش احطه كمان في ثلج في الفريزر. انت فاكر اخر مره انا اكلت من ايدك من امتى؟ من 3 سنين من 3 سنين في المسابقه، كنا في ارض المعارض مسابقه دوليه وقلت لي خلاص انت وصلت. ما شاء الله. لا طبعا كان شغلك حلو، كان حاجتك حلوه، كان كويس، وفي نفس الوقت كان في تحديات كبيره. خلينا نقل دي. هو دايما جلال في ميزه بتعجبني وحاجه بتصعب الامور عليه ان انت دايما بتختار الصعب. يعني الطبق الواحد ممكن يتقدم بروتين وستارش والصوص والخضار تمام. انت البروتين بتعمله بثلاث طرق وتروح داخل بتعمل تريوس في الاكل ده بيصعب عليك انت. غير ان انا بصعب عليا، بحس ان انا بحب الاكل فعايز اقدم حاجه افيد بيها الناس، والناس اللي علمتني تقول لك احنا عملنا. يعني انا كان صعب جدا ان انا الخضار بتاعي اطلعه بشكل واحد، يعني ما ينفعش احط سوتيه يبقى انا عيب على الخبره اللي انا اكتسبتها من حضراتكم، يعني لازم احط سوتيه جريل. وده ما بتبهرنا بصراحه باللي بتعمله. اجيب محتاج تنظر لحاجه؟ هشوف. قول لي مكان حاجه فين وانا اساعدك. انا ده طبعا بيتك ومطبخك، مش عارف التونج ده. هو معلش انا جيت متاخر يعني. لا انا مولود متاخر فانا جيت متاخر فانا اسف يعني معلش. بس احنا هنجيب دي تمام. خلينا نقلبه. ريحته اصلا عرفت ال بحب ريحه البقسماط البيض باللحمه بحب انا بحب انا كمان ما حطيتش حاجه كمان ما حطيتش ولا مستردة ولا اي حاجه مصري. هو انت عايز تقول طعم اللحمه برضه، يعني انت مش عايز في نفس الوقت تقتلها بان انت عمال تحط حاجات كتير كان ليمون وخل ومسترد ومش عارف تيجي تاكل في الاخر انت مش ده طعم اللحمه، انت ده طعم التوابل بس. التوابل بتاعتي كان في شيف قال لي حاجه جميله قوي، قال لي بكتر التوابل انت بتهين قطعه اللحمه، خليني احس بطعم اللحمه في بقي، ولما احس بطعم اللحمه في بقي هحس طعم اللحمه في بقي من غير توابل، انا عايز اكل حته لحمه مش عايز اكل توابل كتير. هو دايما يعني اللي احنا يعني اتربينا عليه في مدارس طهي يعني عموما نوعين اعشاب ثلاث انواع بهارات ماكسيموم، الا المطابخ اللي هي قائمه اصلا زي الكاريبيان مثلا الكوزين الهندي المكسيكان كوزين قايمين على بهارات كتير قوي كمكس، فاحنا ده استثناء، انما غير كده انت عايز تدوق طعم الاكل برضه. دي ما اتحطتش في الثلاجه ولا في الفريزر، الحاجه ماسكه زي ما انت شايف كده. ودي نقطة حلوة ان انت حتى لو انت عملته يعني وده حطيته في الثلاجة على ما تجهز مثلا مكرونة او حاجة جنبيه هيفضل زي ما هو. دايما طلعه برضه ياخد درجة حرارة الغرفة، دايما الاكل ما بياخد درجة حرارة الغرفة احسن في التسوية بتاعته وما بيبقاش طف ما بيبقاش بيشد معاك. فدي نقطة كويسة برضه. في حاجة كمان عايزين نتكلم فيها مهمة قوي، موضوع الفلافل المصري، واحنا عايزين نوثق الاكل المصري بتاعنا يا جماعه، ان احنا في مطابخ عالميه طبعا، في المطبخ اللبناني المطبخ المغربي مطابخ كتير جدا، ازاي نوثق المطبخ المصري بتاعنا ونشتغل على ايه ونقول يا جماعه احنا كمصريين في عندنا مطبخ ولينا سورس
لينا ملفات موجوده وديكيومنت موجوده بتقول ان المطبخ ده مطبخ مصر. بص، موضوع التوثيق الاكل المصري فيه الشيف ياسر المصري، خالد علي، شيف خالد علي، شيف حسن مهدي، ده موجود في ممكن في السعوديه في الفتره دي، حسن القاضي، في شيفات كتير جدا جدا من القائمين على الموضوع ده، لان الموضوع بيني وبينك يشد، يعني لان عامل زي الكنز اللي لسه متغطي، عامل زي اثار كتير في مصر لسه ما حدش اكتشفها، وما زال احنا لسه كمان بنكتشف. وانا دايما بقول اللي عمل اهرامات وعمل معابد بالجمال والدقه دي لازم يكون فنان في الاكل. فاحنا ليه احنا حصل لنا فجوه ما بين الحضاره والعظمه دي كلها لبقينا احنا شعب مقلد وفيلر بيسمونا، او بتملى بطنك، يعني احنا نعمل سندوتش كشري عشان تملى بطنك، بتاكل حاجات كتير او تبلى فيها حاجات تملى البطن، مش مستمتع بالاكل. بالظبط، مع ان ده مش مبدانا اصلا. لذلك لما تلاقي ايام جدتي وجدتك والناس في الفلاحين كان اكلهم ايه؟ انا ستي الله يرحمها كانت بتقوم الفجر تعمل 7-8 انواع عيش، باكي كيم على 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 الجريسه اللي هي القرصه، على البتاو، كان اكل ممتع. طب احنا ليه ما نعمل ده ازاي؟ نعمل يعني ده احنا مثلا لما انا اجي افتح، مثلا احنا عندنا مدارس طهويه كتير، لاروس، نوفال كوزين، المدارس دي كلها، ليه انا ما بقاش عندي مدرسه مصريه؟ المدرسه دي بتقول ان الاكل المصري 1-2-3، ايه الخطوات اللي اشتغل عليها؟ انت عندك في سيتي هنا شوف جلال، عندك اكل تراثي واكل شعبي. بالظبط، فانت محتاج تو ايدنتيفاي او توثق ايه الشعبي وايه التراثي، واللي دخل عليك في مصر دخل امتى وفي عهد مين ودخل ازاي، ولازم تدرس الحاصلات الزراعيه بتاعتك من ايام الفراعنه وايه اللي دخل بعد كده، لان في عهد محمد علي مثلا حصل طفره جامده جدا في المحاصلات الزراعيه، الراجل ده صاحب النهضه الحديثه، فدخل حاصلات زراعيه كتير جدا على مصر ومختلفه كمان. ده بالمناسبه احنا اكتر دوله في العالم كله، وده متهيألي انت اكيد عارفه، ان احنا بنستهلك بقوليات وخصوصا ايه؟ بص، الفول. احنا مش اكتر دوله بتستهلك بقوليات، خلينا نصحح المعلومه دي. احنا من اكتر الدول اللي بتستخدم الفافا بينز او حبايه الفول. حبايه الفول، انما البقوليات طبعا الهند تفوقك بمراحل، احنا من الدول الكويسه، بس لسه احنا عندنا جاب كبيره جدا. لذلك الفاو معينا الشيف ماجي حبيب او مدام ماجي حبيب، مدام ماجي حبيب هي سفيره البقوليات من الفاو في مصر، تمام، عشان تحاول تعمل بوش اكتر او يعني دافع اكتر. وانا بشتغل انا وهي في حاجات كتير، يعني عملنا كذا ديمو عن البقوليات. دايما البقوليات حتى في امريكا وفي دول العالم ان هي بتاخد ان هي اكل طلبه الجامعه، شويه صغيرين ديمو معاك كتير، لانك بتنقعوا الفول وبيدي معاك كميات كبيره. صح، بالظبط. فاحنا عايزين نغير البرسبشن او الحاجه العالقه في ذهن الناس ان ده اكل صحي. انت اللحمه ممكن تغش اللحمه المفرومه ازاي؟ تحط فيها فول صويا، تحط فيها اي قرف انت عايز تحطه. صح، بالظبط. بس انت تغش الفول هتحط فيه ايه؟ رز؟ مش هحط حاجه. لا، تحط رز. يعني لو انت عايز تدمس فول هتحط فيه رز عشان تغشه. بالظبط، هتحط فيه عدس، فول متشوش مثلا. بالظبط، فهتغشه بحاجه برضه كويسه صحيه ليك، انما اللحمه لو اتغشت بحاجه ممكن تاذيك. بالظبط، فلذلك دايما بنقول بقوليات حتى غشها مصلحه ليك، يعني مش هتبقى فيها ضرر مباشر يعني. واحنا كمطبخ مصري، احنا المطبخ قايم على 80% منه تقريبا حاجات فيجيتيريان، يعني نباتيه. والعالم كله زي ما انت فاهم الفتره دي كله بيلف في نفس السايكل الصحي والهيلثي والاورجانيك والحاجات اللي فيها كده. طب ليه ما نعملش هايلايت على ده ونزق اكتر في جلال؟ ما احنا عايزين نعمل ده بقى ازاي؟ هي دي اولا من برنامج زي البرنامج بتاعك. يعني في حلقه هخصص كام حلقه عن البقوليات، لان الناس في مصر، ما انا شفت شغل ليك في مسابقات انت وعمر حماده والشيف هاني حامد عمالقه بتعملوا حاجات رهيبه. انا بتفرج على الابداع بتاعكم في العدس. عمر حماده عمل من كام سنه طبق عدس راجو مع حته سلمون، طبق العدس راجو ده انا بحلم بيه. يعني انا نفسي اروح لشيف عمر اقول له انا نفسي ادوق الراجو ده تاني، عمله حلو قوي. هنسابل الناس ان شاء الله. لا، دول عمالقه، يعني في ناس محترمه كتير كتير في مصر. هعمل البطاطس، نعملها، اعملها بيكت. تمام. هو انا ليا تعليق في موضوع البيكت في مصر. بيكت انك تاخد البطاطسايه سولت بيك او بيكت عادي، بتحطها على ستري وتدخلها الفرن. تمام، لما بنلفها في فويل انت بتعمل ستيمد، لانك بتعمل البخار جواها، الرطوبه اللي فيها بتفقدها. يعني افضل حاجه ليها هو يفضل كده طبعا. هي بتاخد وقت اطول. بس بتلاقي القشره نفسها عملت ريحه ممتازه، لان في حاله زي دي انت بتاكل القشره كمان، عشان كده احنا بنغسل البطاطس كويس وبناكلها. احنا غازلها كويس جدا. في هنا انت بتبقى القشره عامله زي ما تكون مسلوقه شويه. طيب احنا في الفويل يا جماعه، عايز اقول لكم على حاجه. انا طول عمري بعمل بطاطس البيجد او المشويه في الفرن، بحطها في قلب السيلفر وبكتمها،
وبتدخل بتستوي اسرع وبتستوي اسرع وبتفضل محافظه على شكلها. دي هتلاقيها شكلها ولتد او شكلها زي البطاطايه كده دبلت شويه بس ده طعم احلى. فانت عموما كده كده هتحط فيها ساور كريم، هتحط فيها زبده، هنحط فيها زبده، عايز تعملها لودد بوتيتوز زي بتحط، ممكن تحط فيها بيف بيكن وتشايفز وشويه حاجات كده تخلي طعمها احسن فده كله في ايديك. هنحطها زي ما حضرتك قلت بطاطس تمام كده. ده الشو بتاعك انا ماليش دعوه انا لا لا اهو مش بقدر عليك ماشي. احط معاها الملح زي ما تحب. احنا انا كده كده يعني انا كده كده لما تطلع انا بحط في ناس بتحط اوليف اويل قبل ما تدخلها الفرن تمام عشان برضو الفليفر بتاع السكين، لان في ناس كتير بتحب تاكل طعم الجلد بتاعها تمام. الفرن طيب في درجه حراره معينه ولا درجه حراره الفرن تبقى عاليه؟ يعني مثلا يعني 170 160 في الحته دي دايما بيبقى كويس ليها. طيب بحيث ان درجه الحراره نفسها تخش من بره لجوه تعمل بنتريشن وتبقى بتستوي معاك. وطبعا انت عارف البطاطس دي لما اكتشفوها، لما اكتشفوا الامريكتين طبعا يعني كريستوفر كولومبوس لما راح امريكا اكتشف البطاطس فجابها كانت سامه لا ده الطماطم كانت سامه لان فعلا الطماطم ورق الطماطم سام هو بيعمل اريتيشن في يعني بيعمل شويه مشاكل يعني. البطاطس كانوا بيستخدموها كعلف للمواشي لحد ما في شيف ايام لويس الرابع عشر خد البطاطس وعمل بيها طبق حلو جدا جدا عجب لويس الرابع عشر فلما دقه عجبه لدرجه ان بقت حاجه بيسموها نوبل فود حاجه اكل نبلاء. فلما يحط ورق كده بالظبط نفس طريق الملوخيه كانوا فاكرينها ان هي سامه في الاول واكلوها للمصريين علشان يعجبوها لقوا ان الموضوع حلو قوي وعجبتنا وسقنا فيها بنت سعد. فالبطاطس كده نفس الحكايه. فالبطاطس بقت اكل النبلاء، بقى النبلاء بيحط ورقه البطاطس في عروه الجاكيت دليل على النبل وان هو بياكل بطاطس ما يعرفش ان احنا دلوقتي يعني مقضينا بطاطس بس. كم نوع من انواع الطماطم؟ الطماطم حوالي 3000 نوع. هم برضو الطماطم جات لنا من امريكا، من امريكتين لما اكتشفوهم عملت طفره. يعني انا في رايي كريستوفر كولومبوس ده لا يقل عن اسكوفيه وكريمر يعني كريم والناس اللي حملت لنا طفره في المطبخ هو لا يقل عنهم. ممكن نقول للناس مين هو نوفال كوزين ومين هو لاروس ومين هو كريمر؟ كريم وكل الشيفس زي اسكوفيه والناس دي كلها المطبخ كان طول عمره يعني اتطور من كانوا بيسووا الاكل بياكلوا الاكل ني وبعدين بداوا يكتشفوا انهم يعملوا حلل من جلد الماعز ويستخدموها في تسويه الطعام بيستخدموها زي القربه وبيسووا فيها الطعام لحد ما اكتشفوا عصر المعادن وبدا الحديد والنحاس يستخدم في اواني الطهي والكلام ده وبدا يطوروا نفسهم والفخار والمصريين كان لنا رياده في الموضوع ده جامده قوي يعني الحمد لله يعني فيهم بالذات في موضوع اواني الفخار يعني. فلما اكتشفوا الموضوع ده بدا الموضوع يتطور جامد بس كان برضو الاكل الفني قوي ده قاصر على فئه معينه من اللي هم الاغنياء والملوك الاغنياء واللي عندهم ثروه ويقدروا ياكلوا كده وكان الاكل دايما بيقعد يتطبخ ايام ويام فكان بيبقى جزء منه بيفسد فكانوا بيستخدموا توابل كتير والتوابل كانت حاجه غاليه جدا وكانوا بيقيدوا المرتب بتاع العسكري في الجيش الروماني بالملح تمام. لذلك كلمه سالري اللي هي راتب جايه من كلمه سولت اللي هي باللغه اللاتينيه فتدل ان هو كان ده مرتب الجندي الروماني يعني. فالتوابل والاملاح والحاجات دي كانت مهمه يعني. طيب احنا خلصنا الاسكالوب بتاعنا وخلونا نطلع فاصل صغير قوي والحديث الممتع والشاي مع الشيف مصطفى هنرجع له بعد الفاصل استنونا. رجعنا لكم لبيتكم وبيت ضيفي العزيز شيف مصطفى. هقول لكم هنعمل